السلام عليكم. اليوم غنوريكم الدرس اللي غندير في ديك الجلابه اللي بديت بالكورميط والكوزه كبيره. المهم الدرس ديالها هو هذا. دابا بديو في القب، الدرس ديال ثلاثة وفيه التاج. غنوريكم كيفاش تخدموه. غنبداو دابا هذه السنينه الاولى، نعاودو نديرو السنه الثانيه هكا، ونديرو السنة بحال هكا تاني ملصقة. نشدو ديك السنة الأول نلصقوها مع السنين التانية بحال هكا، ونعاودو السنة التالتة هي باش غيولي عندنا الضرس ديال ثلاثة بحال هكا. ونعاودو نهبطو، ديما ملي نبغيو نهبطو يكون الخيط ملهي بحال هكا. ودابا نركبو رقيق، هذا عقيق ديال العبار، يمكن ليكم نبغيو ديرو العقيق ديال الخيط، هي تتخدمو بالبرارق من هادي. ونديو هاد الخيط من هنا، غنديو لهاد الراس الاخر ديال السنينة، نعاودو نضوبلو الخيط على ثلاثة المرات، وملي نبغيو نحبكو الخيط تيبقى ملهي. ونعاودو نديرو بحال وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، ولي عندنا عشرة، هدا نضربو في التوب، شتو؟ دابا غنعاود معاكم وحدة أخرى. ديما ملي تنبغيو نلوه دوك اللويات ديال السنينه تنديرو الخيط من عندنا، ملي نبغيو نهبطو ديما من ليه باش البنات اللي ما فاهمهاش غيفهموا هكا. هكا صافي، انا كملت السنينه، كملت الدرس ديال ثلاثه. دابا نركب الحقيق، الحقيقه نعاود ندير هادوك الخيوطات اللي تيكونوا عندي ثلاثة صافي. ودابا نحبك، حدا، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، ديما باش تجينا هاد سميتو واقفة مزيان.